دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا بنات راح اسوي لكم مراجعه وحده الهندسه للصف السابع. اول شيء لخصت لكم الزوايا وانواعها. فاول شيء حكيت لكم عن الزوايا المتجاوره، هم زاويتين تقعان في نفس المستوى، يعني بنفس بنفس المستوى. يعني احنا في عندنا اكثر من مستوى، في بتكون بنفس المستوى وتشتركان في الراس والضلع. شو معناهم بيشتركوا بنفس الراس والضلع؟ ولا توجد نقاط داخلية مشتركة بينهما. كيف يعني؟ هذول الزاويتين يعتبروا زاويتين متجاورتين مشتركات بنفس الرأس، هاي الرأس تبعهم ونص الضلع اللي هو باللون الأحمر، ولا يوجد نقاط داخلية مشتركة. هلا بورجيكم كيف يعني لا يوجد نقاط داخلية مشتركة. اجيت هون، هذول الزوايا غير متجاورة. ليش غير متجاورة؟ مش مشتركات بنفس الرأس، مش مشتركات بنفس الرأس. هون مش مشتركات لا بنفس الرأس ولا بنفس الضلع. كيف يعني ولا توجد نقاط داخلية مشتركة؟ هسا لو جيت لك رسمت لك رسمة زي هيك وحكيت لك هاي الزاوية مع هاي الزاوية زي هيك، هلا هدول الزاويتين في هاي المنطقة، هاي المنطقة مشتركة بينهم، هاي المنطقة مشتركة، فما بعتبرها انه هاي الزاوية وهاي الزاوية الثانية تعتبر زوايا مشتركة. هلا اجينا للنوع الثاني من انواع الزوايا واللي هي الزوايا المتقابلة بالرأس. هما زاويتان غير متجاورتين، غير متجاورتين ناتجات من تقاطع خطين مستقيمين. كيف يعني شو اسمه غير متجاورتين؟ يعني مش عندهم ضلع مشترك، بس هم مشتركات بنفس الرأس. زي مثال عليها، واحد واثنين وثلاثة وأربعة. واحد واثنين، الواحد والاثنين هذول متقابلات بالرأس، وثلاثة وأربعة متقابلات بالرأس. الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، معناته قياس واحد يساوي قياس اثنين، وقياس ثلاثة يساوي قياس أربعة. بس بقدر كمان أحكي عن واحد وثلاث تجاور، ثلاثة واثنين كمان تجاور، اثنين وأربعة تجاور، وأربعة واحد تجاور على نفس القطعة المستقيمة. فبقدر أحكي أنه واحد وأربع زوايا متجاورة، مجموع الزاويتين المتجاورتين على نفس القطعة المستقيمة يساوي 180 مجموعهم، يساوي 180. نفس الإشي عند ثلاثة واثنين، نفس الإشي عند ثلاثة واثنين. هسا الزوايا المتتامة هي زاويتين مجموعهما 90، زاويتين مجموعهم 90. الزوايا المتكاملة هي زاويتين مجموعهم 180 درجة. هلا الزوايا المتناظرة ايش يعني زوايا متناظرة؟ هي زوج من الزوايا الداخلية زائد الخارجية الغير متجاورتين، ما لازم يكونوا متجاورتين، على نفس الجهة. مثال عليهم، شايفين الزوايا اللي باللون الأخضر والزوايا اللي باللون الأحمر، واحدة داخلية وواحدة خارجية على نفس الجهة، داخلية مع خارجية على نفس الجهة. الأزرق نفس الإشي، داخلية مع خارجية على نفس الجهة، وهاي الستار كمان نفس الإشي، داخلية مع خارجية على نفس الجهة. هلا الزاوية المتبادلة هي زاويتين داخليتين غير متجاورتين على جهتين مختلفتين. يعني زي الزاوية هاي والزاوية هاي، وممكن يكون عندي الزاوية هاي مع الزاوية هاي، بكونوا لي حرف الزد، بكونوا حرف الزد. شوفوا كيف بكون حرف الزد، اطلعوا. أو ممكن بالعكس، زد عكسي بسموه، فبيكون لي حرف الزد. هسا الزوايا المتحالفة هي زاويتين داخليتين غير متجاورتين على نفس الجهة، زاويتين داخليتين غير متجاورتين على نفس الجهة، بيكونوا لي حرف الاف بالانجليزي، يعني معكوس. شوفوا هون كيف الاف، هاي الزاوية مع هاي الزاوية، ممكن كمان بالعكس، هاي هاي مع هاي. طيب هسا إذا كان المستقيمان متوازيان فإن الزاويتين المتناظرتين والزاويتين المتبادلتين متساويتين. إذا كان بس أنت بحالة إذا كانوا المستقيمين متوازيين، يعني مستقيم هاد مع مستقيم هاد متوازي، فبحكي عن الزوايا المتناظرة والمتبادلة المتساوية والزوايا المتحالفة مجموعهم 180 درجة. 180 درجة. جينا لأنواع المثلثات. أول إشي تنقسم أنواع المثلثات يعني بقدر أصنفهم لتصنيفين حسب قياس الزوايا وحسب أطوال الأضلاع. حسب قياس الزوايا، مثلث حاد الزوايا يعني كل زوايا حادة زي هذا الشكل، مثلث قائم الزاوية يعني في زاوية قائم، الزاويتين بيكونوا الثانيات حادات، مثلث منفرج الزوايا فمعنات منفرج الزاوية، بس زاوية واحدة فيه منفرجة فمعنات الزاويتين الثانيات رح يكونوا حادة. ليش؟ لأنه مجموع زوايا المثلث 180 درجة.
هسا اجينا صنفناهم حسب اطوال الاضلاع، مثلث متطابق الاضلاع يعني جميع اطوال اضلاعه متساويه، يعني 5 سم مثلا 5 سم 5 سم. مثلث متطابق الضلعين يعني 5 سم مثلا هان بيكونوا 5 سم، هان مثلا بيكون 8 سم. مثلث مختلف الاضلاع مثلا هذا 10 هان مثلا 6 سم وهذا مثلا 3 سم مختلف الاضلاع. اخر شيء بهاي الوحده اللي هو محيط الدائره وهو طول المنحني الذي يمثل الدائره، نفس خط الدائرة اللي شرحناه قبل يومين. محيط الدائرة تقريبا هذا كيف بحسبه رياضيا تقريبا يساوي 2 باي نون قاف 2 باي نون قاف. مساحة الدائرة المنطقة المظللة باللون الأسود، أما الخط المنحني هذا يعبر عن المحيط. مساحة الدائرة تقريبا باي نون قاف تربيع، بحيث باي 22 على 7 أو 3.14. بنات يعطيكم العافية، هيك بنكون راجعنا الوحدة، بتمنى منكم تحلوا اللي هم المراجعة واختبار ذاتي.